صلى الله اليك يا شيخ. بعض الناس ليله تحري هلال رمضان يجتهد في العمل تلك الليله قبل ان يعلن دخول الشهر خشيه ان تكون من رمضان فهل الفعل صحيح؟ هذا غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم او يومين فعليه ان ينتظر حتى يعلن حتى يعلن دخول الشهر ثم يجتهد في العباده. نعم.